النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. تحالف القوى والكردستاني ينجحان في منع تمرير الحكومة، وتوقعات بتقديم بديل عن علاوي. محافظ صلاح الدين يشرف ميدانيا على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في السيطرات الجنوبية، وتنفيذ قرار الحكومة بمنع الزوار الأجانب. محافظ صلاح الدين يرفع حالة التأهب القصوى في المراكز الصحية للمحافظة على خلو صلاح الدين من كورونا. وزوار الإمام علي الهادي عليه السلام يثمنون دور حكومة صلاح الدين بتأمين الأجواء الأمنية والخدمية لإنجاح الزيارة. ختام هذه النشرة، دمتم بأمان الله وحفظه.